تسجل شركة الطيران السورية أرقاماً قياسية في عدد المسافرين، وذلك على رغم الحرب القائمة في سوريا منذ سنتين، وكل رحلاتها الداخلية والخارجية محجوزة بشكل كامل، فالتنقل عبر طريق البر بات شديد الخطر. اليوم قمنا برحلة بين القمشلي واللاذقية، نعمل كالبساط. لقد نقلنا الركاب من دمشق إلى القمشلي واللاذقية، وعدنا من اللاذقية إلى القمشلي للوصول أخيراً إلى دمشق. بين المناطق السورية المختلفة يستخدم السوريون الطائرات بسبب انعدام الاستقرار على كل طرق البلاد وانتشار الحواجز الطيارة التي تقيمها مجموعة أو أخرى وتنفذ عليها عمليات خطف أو اعتداءات شتى. إذا نروح بسيارة خاصة بتصرخ سياراتنا، وإذا نروح بالبولمانات يوقفونا عصابات مسلحة على الطريق وتشلحنا. إيش في معنى مصاري هويات شيء؟ إيش في معنى يشلحونا يعني؟ والطريق غير آمن، ونفضل الطيران العربي السوري. يضاف إلى ذلك العقوبات العربية والغربية التي فرضت وقف رحلات معظم شركات الطيران إلى سوريا، فبات الطلب على شركة الطيران السورية أكبر، غير أن الشركة تتأثر سلباً بالعقوبات، ولا سيما بالنسبة إلى شراء قطع الغيار. نحن ما نتعرض لحرب حقيقية نتيجة العقوبات الأوروبية التي فرضت علينا، ومنعتنا من استيراد قطع غيار الطائرات، وضمن جهودنا يعني منمشي طائراتنا بأحسن حال. ويبلغ سعر بطاقة السفر بين دمشق واللاذقية 5000 ليرة سورية، أي 50 دولاراً، وتؤمن شركة الطيران السورية الوحيدة في البلاد 40 رحلة أسبوعياً إلى اللاذقية والقامشلي ودير الزور وحلب، إلا أن الرحلات إلى حلب متوقفة منذ أشهر بسبب إقفال المطار الذي تدور حوله معارك وينتشر على طريقه مقاتلون معارضون.